ونطمن على حالة الطقس. بيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس النهاردة بيكون مائل للبرودة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وبتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء. السحب المنخفضة والمتوسطة بتتكاثر على شمال البلاد، بيصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وبعض مناطق من شمال الوجه البحري. الرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة بتنشط على السواحل الشمالية، بتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط. وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على القاهرة، هنلاقي العظمى 18 والصغرى 12، أما اسكندرية العظمى فيها 19 والصغرى 11. طيب، تطمينات أكتر بينضم لنا هاتفيا دكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية. أهلا بك دكتور محمود. أهلا بحضرتك أستاذ هشام، صباح الخير عليكم. صباح النور يا فندم، أهلا بحضرتك. يمكن اليومين اللي فاتوا كان في بعض الأمطار، بعض البرودة اللي كانت ملحوظة، قيل إن هيحصل تحسن لمدة يومين وبعد كده هتعود درجات الحرارة مرة تانية للانخفاض. عايز أعرف من حضرتك مدى صحة هذه المعلومات أو توقعاتك بشكل عام، توقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس خلال اليوم والأيام الجاية إن شاء الله. وطبعا الحمد لله الامور استقرت بشكل كبير، هدوء الرياح اللي شايفينه دلوقتي على اغلب مدن ومحافظات الجمهوريه هو ده اللي عمل حاله الاستقرار في الاحوال الجويه وحسن مستوى الرؤيه الافقيه خاصه على الطرق الصحراويه والطرق السريعه. هدوء الرياح برضو هيخلي درجات الحراره تكون اكتر دفئا من اللي كانت درجات الحراره كنا مستشعرينها قبل كده. درجات الحراره كانت 17 و18 بس نشاط الرياح كان مزود احساسنا بالانخفاض ومخلينا كما لو كانت 14 و15 درجه مئويه. ما حصلش تغيير كتير في درجات الحراره، برضو درجات الحراره من 18 و19 درجه مئويه، ولكنها ما زالت اقل من المعدلات بحوالي درجتين على اغلب مدن محافظات الشمال وجنوب البلاد. ولكن زي ما قلنا هدوء الرياح هو الحاجه اللي تعتبر بالاضافه الى غزاره الامطار. خلاص بقت الامطار دلوقتي محدوده ومتوسطه على سواحلنا الشماليه، مناطق من السواحل الشماليه ومناطق من شمال الدلتا، حاله من الاستقرار هنستمتع بها خلال 48 ساعه القادمين على الاقل. طبعا الاسبوع وارد نشاط الرياح مره اخرى على الطرق الصحراويه والطرق المكشوفه. يعني احنا موجودين مع بعض ان شاء الله اول باول، هنوافيكم بكل ما هو جديد في التنبؤات. طيب انا بشكرك جدا يا دكتور محمود. دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجويه كنت معنا هاتفيا، بشكرك شكرا جزيلا.